ميونخ او تقريبا كل الانديه الالمانيه تتمرن دلوقتي، رغم ان المانيا برضه عندها حالات عديده وفيات كتيره جدا جدا، أنا لكن أعتقد بيتمرنوا. طب بالظبط اعتقد ان اللي بينقصنا احنا عشان نرجع التدريبات برضه ده قرار دوله بكل تاكيد، في النهايه انت شايف ايه رايك في القصه؟ لا لا حاجه مرتبطه بقرار الدوله، يعني ما اقدرش اخد اي حاجه بدون الدوله وبدون وزاره الصحه وبدون ان الدوله تسمح لي بهذا، وانت الدوله لكن انا ممكن اعرض على الدوله واشوف امكانيه، هو الناس تتحرك بس كده، الاتحاد الكره يتحرك والاتحاد الكره يجتمع بالانديه، المفروض الاتحاد الكره يجيب الانديه بتوع الدوري الممتاز ويجتمع معاهم، او يجتمع معاهم عبر الفيديو كونفرنس، يعني شوف اي وسيله اجتماع بالناس وتواصل معاهم واخد رايهم. يا جماعه طب نتكلم ده، طب نرجع ده، طب اعرض الامر ده على الوزير والوزير يعرض على الحكومه ونشوف الدنيا تمشي ازاي. يعني في يعني خطوات، وكل اسبوع يكون في اجتماع وكل اسبوع يكون في بحث عن حلول، يعني احنا ما ننتظرش حلول معلبه تجينا من بره، يعني المفروض نتحرك، وما ننتظرش لما اوروبا زي ما انت بتقول ريال مدريد بيتمرن والمانيا بتمرن وايطاليا بتحاول، هو احنا لازم الدنيا حوالينا تتحرك عشان احنا نتحرك؟ ليه ما بنفكرش احنا ونشغل دماغنا ونفكر خارج الصندوق ويبقى عندنا ابداعاتنا ويبقى عندنا فكرنا ويبقى عندنا رؤيتنا وعندنا خطتنا؟ ليه هناخد الثقه لما الاخرين يدوها لنا؟ طب ما انا شايف عندي وضع، هل انا الظروف عندي تسمح؟ بتحرك في ده حتى لو مفيش موافق، بس بتحرك وبطرح وبتحرك وبطرح وبشوف العائق اللي موجود الاسبوع ده، هل العائق مستمر، هل قل، هل تراجع، هل الامور يعني ايه؟ ايوه دراسه مناقشات، وفي النهايه انا مرتبط بالدوله طبعا، بس انا اعمل اللي عليا. أيوة. عشان محدش يلومني، صح. افكر عشان يعني ايه، عشان ربنا يكرمني برضو والدنيا تبقى كويس، ابقى جاهز. ما انا طول ما انا بفكر وطول ما انا بشتغل انا جاهز في اي لحظه اقدر ابدا واقدر انطلق، يعني فيا ريت نتحرك في هذا الاتجاه. يعني انا شخصيا واكيد كل اللي بيحبوا البلد دي ضد فكره الغاء الدوري، لا لالغاء الدوري، لا لالغاء الدوري، لا لالغاء الدوري، ما فيش حاجه اسمها الغاء الدوري. الغاء الدوري يا جماعه معناه تدمير هذا الجيل من اللاعبين، الغاء الدوري معناه يعني دي كره القدم خسائر ماليه فادحه للانديه وللرعاه وللعاملين في مجال كرة القدم. أكيد. انت بتكلم عن لاعبين وعن اداريين وعن موظفين وعن عمال وعن يعني جيوش شغاله في كرة القدم، يعني وبيوت مفتوحه، يعني ده ليس على مستوى مصر لكن على مستوى العالم، يعني كله بتكلم على ان في يعني جانب ترفيه كبير جدا بيغيب عن الجمهور وعن الشعب وغياب كرة القدم الحقيقه طبعا. يعني عامل ممل جدا، يعني ما هي يعني احنا دلوقتي بنكتشف ان الكره دي مش مجرد لعب وجري وبتاع، بس ليها قدر كبير جدا موجود في حياتنا. يعني فنتمنى ان شاء الله ان اتحاد الكره يواصل اجتماعاته، حاليا زي ما حضرتك قلت انه في اجتماعات بتحصل مع اعضاء الجمعيه العموميه دي خاصه بالله، احنا عايز اجتماعات مع الانديه مبدئيا، ده جانب اقتراحات لعوده النشاط، يعني لعوده النشاط. وحصل كلام قبل كده، شفنا السيد عمرو الجناين اتكلم، الكابتن محمد فضل اتكلم، شفنا معالي الدكتور اشرف صبحي وزير الرياضه اتكلم، يعني كل دول اتكلموا، لكن عايزين نشوف تحركات على الارض، تحركات يعني نشوف عليها خطوات، نشوف عليها بيانات واضحه ومحدده، نقدر نعرف يعني امتى ممكن نرجع، يعني الناس يعني حتى لو احدد ميعاد وهمي اشوف عندي خطوات واتحرك في هذا المجال. هي الناس في الحقيقه مجهزين دلوقتي سيناريو برضه عشان لينا اللي علينا، يعني شبه جهزوا سيناريو خلاص لعوده المسابقات في انتظار طبعا قرار الدوله، واكيد اهم شيء صحه الافراد، لكن في نفس الحال يعني انت يبقى في مخاطر مقبوله شويه، زي مثلا كنت بتكلم في خبر من الاخبار الخاصه باحدى الدول الاوروبيه وكانوا بيتكلموا ان احنا ممكن نرجع النشاط في او بخصوص مخاطر مقبوله طبيا، الاطباء يقول دي مخاطر مقبوله نقدر نتعامل معاها، لكن في وقت معين ما تقدرش ترجع فيه كل الامور لطبيعتها، يعني ده طبعا بيبقى طبقا لدراسه سواء من وزاره الصحه او من الدوله كمان من الاتحاد المصري لكره القدم ان هو يقترح. بس انا بقول لك الناس يعني فضلت تتكلم ازاي نرجع تدريبات، نتكلم لدرجه ان البعض فكر ان اللعيبه ترجع تتمرن بكمامات مثلا، بكمامات مصممه معينه، يعني في امريكا استاذ اوسي بيقول لك ايه، في كمامات معينه بتصميم معين تقدر تلعب بيها كوره، وما بيحاولوا يشوفوا الاقتراح ده، يعني لو بقول لك في دوريات الدرجه الثانيه والثالثه على ما اعتقد في امريكا هيطبقوه في الدوري الامريكي. بقول دي كلها افكار انك انت بتفكر وتتحرك، يعني ان لا في المانيا لما كانوا يعني عايزين يبداوا تدريبات في بايرن ميونخ بيقول لك ممكن يدرب كل اربع لعيبه في يوم، يعني يجيب اربع لعيبه النهارده واربع خمس لعيبه بكره، كلها اقتراحات كلها اقتراحات ايا كان، المهم انك بتحاول تكسر الحظر اللي موجود عليك بالازمه، انك تحاول تخرج من الازمه العنيفه اللي محوطاك من كل حته. يعني ده شيء مهم. قبل ما اختم معاك يا استاذ اوسي عايز اشوف فيديو يا جماعه حسين الشحات وهو بيتمرن، لو جاهز معاك وجاهز ولا لا؟ طيب جاهز فيديو حسين الشحات، ونختم بالنادي الاهلي لان برضو يعني النادي الاهلي واللاعبي الفريق يعني حريصين اشد الحرص من خلال الجهاز الفني طبعا على مواصله بعض التدريبات النوعيه اللي ممكن تبقى في البيوت او في المنازل. ده فيديو حسين الشحات اهو، يا ريت تعرضه لنا هنا يا جماعه،
وهو بيتمرن في مكان يعني فاضي على الرمل وكلام من ده، وبيعمل بعض التدريبات البدنيه. وعلى غرار حسين على فكره كل لعيبه النادي الاهلي وفقا لبرامج موضوعه من قبل الجهاز الفني. تعليق يا استاذ اسامه. لا طبعا هو ده الكلام المضبوط، هو ده الكلام المطلوب، ان دلوقتي اللاعب هو يعني الحارس على نفسه، هو المدرب على نفسه، هو المراقب لنفسه، لان هو اما انك انت على الاقل تحافظ على نفسك، تحافظ على الحد الادنى على الاقل اللي يخليك جسمك ما يزيدش، انك انت قاعد في البيت بتاكل وما بتعملش اي حاجه، فان جسمك ما يزيدش، انك تتمرن، تحافظ على الاقل على لياقتك البدنيه. انت طبعا بتتمرن في الرمال، يعني تدريبات صعبه جدا وتدريبات شاقه جدا، فده مهم جدا. يمكن شفنا من يومين كده محمد صلاح منزل الصوره ليه وهو في قمه لياقته البدنيه، بجسمه وبعضلاته، ربنا يحفظه ما شاء الله ولا قوه الا بالله يعني. فطبعا طبعا النادي الاهلي واضع برامج واللعيبه تتمرن، بس مين اللي هينفذ فيه؟ ما فيش حد رقيب عليك، رقيب عليك ربنا سبحانه وتعالى، وضميرك وحارسك على نفسك وحارسك على مستقبلك. انت عايز تحافظ على نفسك ولا عايز لما ترجع تكون الامور مايزه بالنسبه لك وتصاب وتعمل؟ فاللي بيعمله حسين الشحات ده اعتقد ان كل لاعب، واعتقد ان معظم اللاعبين بيخافوا على مصلحتهم، لان ده راس مالك بالظبط كده، وده مجالك اللي انت تشتغل فيه. نتمنى اليوم التوفيق، وفي مدربين بيشتغلوا عبر الفيديو في اكتر من نادي حاليا موجودين في مصر، وكلهم ربنا يوفقهم يا رب ان شاء الله، وتنتهي هذه المرحله ونعود للتدريبات في الملاعب، نعود للتدريبات بقوه، تعود المسابقات، تعود المباريات الوديه، يعود الدوري ان شاء الله، ويعود النشاط، ونتخلص من هذا الوباء ان شاء الله في هذا الشهر الكريم باذن الله. يا استاذ اوسي نورتنا، وكل سنه وانت طيب، رمضان كريم. ربنا يشكرك شكرا جزيلا حبيبي، والله اكرم، وتقبل الله منا ومنكم الصيام والقيام وقراءة القرآن يا رب إن شاء الله. شهر مبارك لنا جميعا، ربنا يغفر لنا كلنا ويتقبل منا يا رب العالمين، وشهر التسامح كلنا كده، وندعو يا رب ونبتهل لربنا كتير في هذا الشهر العظيم المقبول فيه الدعاء، إن ربنا يرفع عنا هذا الوباء يا رب العالمين بإذن الله. بشكرك.